الخمسين هو مضاد حيوي مفروض بيستخدم لعلاج نوع معين من البكتيريا. لو اديناه للحيوان والإنسان كل هذا الحيوان، يبقى كأن أنا خدت جرعة لا مبرر لأخدها من هذا الحيوان، خاصة إن أنا ما ادتلوش الفرصة إن يتم استهلاكه عن طريق الكبد والكلى بتاع هذا الحيوان، يعني ما خدش الوقت الكافي في جسم الحيوان عشان يتخلص منه. معايا؟ يبقى في الحالة دي الجرعات اللي هتطلع هياخدها أطفال وشيوخ سن كبير، ثم باقي الناس حوامل إلى آخره. يبقى جميع الأجيال بتتأثر بصورة أو بأخرى بكمية الجنتاميسين اللي عدى من الحيوان إلى الإنسان عن طريق يا اللحوم يا اللبن، زي البنفت اللي محطوط عندنا هنا ده صحيح 100%. يعني بندهش لحاجة تنتقل من الحيوان للإنسان. بالنسبة للجنتاميسين معروف إن ده من المضادات الحيوية، صحيح وقوي جدا، لكن للأسف الشديد بيتركز في الكليتين بتاع الحيوانات والطيور، وبيقعد فيها لفترات طويلة جدا. وبالتالي لو الإنسان تناول اللحوم أو المنتجات الغذائية اللي تحتوي على الجنتاميسين قطعا 100% بترسب في الكليتين ويعمل ما يسمى بالتسمم كلوي، ودي من الحالات الخطيرة اللي صعب إن هو يحصل فيه ريكفري أو يحصل فيه الحيوان يخف أو الإنسان يخف من هذا المستوى. المشكلة في المتبقيات الدوائية دي إن هي ما بتظهرش على طول فجأة في صورة أوت بريك أو في صورة مثلا حالة تسمم عشان تعمل جذب للإعلام وجذب للرأي العام، لكن بتظهر على فترات بسيطة أو فترات طويلة، تبتدي تظهر الآثار بتاعتها في صورة صامتة لغاية لما يحصل فيه دروب فجأة واحدة، مرة واحدة تلاقي الإنسان حصل له إما فشل كلوي إما حصل له مشاكل. الحقيقة هناك نوعين من الجنتاميسين، في جنتاميسين وده الأساسي بيتحقن، الجنتاميسين اللي بيتحقن هو ده وفي ممكن نستخدم حقن تاني لعلاجي مثلا زي حقن مضادات حيوية. من أشهر مضادات الحيوية الموجودة في السوق هي الجنتاميسين، موجودة في شركات كتيرة أسماء تجارية، يعني ممكن زي المثال اللي معانا دوت نقرب عليه الأديجنت دوت بتاع شركة أمون ب 10%. ده بنستخدمه حقن علاجي بقى ضد الحاجات التنفسية زي الماركو بلازما الإيكولاي الحاجات دي كلها. بالنسبة لطريقة الحقن في العمر الصغير أو لغاية نص كيلو مثلا بنحقن في الرقبة، يعني تحت الجلد سكة تنس. بنطير بقى طريقة ماسكو بس دي بقى أصغر طبعا، بنحقن احنا تحت الجلد الرقبة في التلت الأخير من الرقبة، بحيث ان هي تبعد عن منطقة الرقبة هنا عشان العصب يكون. بالنسبة للجنت يعني بتحين 10 جرام للطن. الجنت ماسين بتحين في الرقبة؟ بتحين في الرقبة وبتحين في العضل، في الرقبة لغاية مثلا 700 جرام، أما أكبر من كده وزن كيلو بتحين في العضل. وعمر الجنت ماسين بتحين عمر كام ولا في أي عمر حسب المرض؟ مثلا على عمر 9 أيام أو عمر أسبوعين في الرقبة. ولا حسب المرض؟ على حسب الحالة المرضية، ده الجنت ماسين بتحين على الحالة المرضية. إيه كولاي أو ميكوبلازما أو أي حاجة تنفسية. ما بيستخدمش كده، ما التحصين ده لازم يعني اللي معاه دي لازم يكون فيه. اما الجنتاميسين مضادات حيوية عامة بيستخدم كجرعة علاجية، لو اضطرنا ان احنا نعالج فبتبقى في العمر على حسب العمر على حسب الوزن، او مثلا وزن 500 جرام لغاية 500 بنحن في الرقبة، اكبر من كده 700 جرام او كيلو بنحن فيه الورك حسب الجرعة على حسب الوزن بنحسب الجرعة. هو بالنسبة للبودرة وكل الكلام ده على مستوى المزارع عامة، ده على كل المزارع المضادات الحيوية بصورة عشوائية، وخاصة بعض الحاجات زي الجنتاميسين ده سوء استخدام. واحنا في اللجنة العلمية لتسهيل الأدوية البيطرية حظر استخدام بعض الأنتيبيوتيك زي الجنتاميسين للدواجن أو للحيوانات اللي هي بتدر يعني بتخرج للاستهلاك الآدمي، زي
وقصر استخدام هذه المضادات الحيوية على الكلاب والقطط والخيول. يعني هي في بعض الحاجات زي الجنتامايسين ده اصلا له حاجة اسمها الوزدرول تايم او فترة سحبه من الجسم. فترة سحب هذا الدواء من الجسم تاخد فترات طويلة جدا، ممكن تبقى حوالي 70 يوم او اكتر من 70 يوم. طبعا فترة التربية عندنا في دواجن التسمين لا تتعدى 35 يوم، فبالتالي بيكون له لسه بقايا في جسم الطائر، وبالتالي بياكله الانسان، وده من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب بعض الامراض للانسان. فاحنا حاضرين هذا، واي تسجيل اي تسجيل للجنتامايسين النهارده هتلاقي مكتوب على التسجيله بتاعته الادويه البيطريه بيسمح باستعمالها بعد تسجيلها من قبل وزاره الصحه. وزاره الصحه عامله لجنه خاصه لتسجيل الادويه البيطريه واستعمالها في الطب البيطري او في علاج الحيوانات. الحقيقه اللجنه دي بيبقى فيه نوعين من اللجان، بيبقى فيه اللجنه العلميه لتسجيل الادويه واضافات الاعلاف، وبعد كده بيبقى فيه لجنه اخرى بتبقى في مرحله تانية بتبقى اسمها اللجنه الفنيه، بتدرس قرارات اللجنه العلميه وتوافق عليها. طبعا تسجيل الأدوية البيطرية بيعتبر من ليه علاقة جامدة جدا بصحة الإنسان، لأن الأدوية الحقيقة بتبقى مشتركة. الأدوية عندنا خصوصا المضادات البكتيرية والمضادات الميكروبية، الأنتيبيوتكس، السلفوناميد، هذه الأدوية بتبقى مشتركة في الاستعمال ما بين الإنسان والحيوان. فإذا خصوصا في الفود بروديوسينج أنيمال، يعني خطورة الأدوية البيطرية إن هي بتبقى الضرر بتاعها متركز في الفود بروديوسينج أنيمال بالنسبة للإنسان. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الإنسان بيعتمد على البروتين الحيواني في صورة لحم، أو سواء كان لحم لحوم من اللارج أنيمال من العجول أو الأبقار او الخراف او لحم دواجن، او بياخد برضو من البيض او اللبن. فاذا لو هذه الادوية استعملت في الفود بروديوسينج انيمال او في الحيوانات المنتجة لغذاء الانسان بصورة خاطئة، بيتبقى لها بقايا او رزيديو. هذه البقايا تضر بصحة الانسان، تضر بصحة الانسان حسب كمية البقاء الدواء، يعني ممكن تقلل على كفاءة الدواء عندما يستعمله الانسان في العلاج، تقلل من كفاءته او تسبب نوع من الريزيستنس او المقاومة لهذا الدواء في الانسان. ولهذا بعض الادوية تم حظرها من قبل اللجنة العلمية لتسجيل الادوية البيطرية، مثل دواء الجنتامايسين. الجنتامايسين ده مضاد حيوي واسع المجال من مجموعة الأمينو جليكوسايد، والحقيقة أن هذا الدواء منع في جميع أنحاء العالم بواسطة الـ FDA أو منظمة الصحة العالمية أو الاتحاد الأوروبي، أكثر من جهة أجمعوا على عدم استخدام الجنتامايسين في علاج الفود بروديوسينج أنيمال أو الحيوانات المنتجة لغذاء الإنسان، لأن هذا الدواء يظل فترات طويلة جدا في جسم الإنسان، في جسم الحيوان يظل من 90 لـ120 يوم موجود بقايا في جسم الحيوان، وبالتالي ممكن أن يؤثر على استخدامه في الإنسان، بيسبب نوع من البكتيريا الريزيستنس لو اضطر الإنسان لاستخدامه. كمان هذا الدواء الجنتامايسين معروف أنه هو بيبقى تركيزه عالي جدا في الكلى، لدرجة أنه بيتحد مع الأنسجة بتاعت الكلى وبيظل متحد مع أنسجة الكلى لفترات طويلة جدا جدا جدا. يبقى كده الدكتورة مش هيروح بالطهي بقى. نعم، مش هيروح بالطبخ او بالطهي. لا لا، ده بقول لحياتك بيظل من 90 يوم ل 120 يوم. حياتك احنا الدواجن لو استخدم في الدواجن، حياتك عارف ان فترة حياة او عمر الدورة من 38 يوم ل 45 يوم، معنى كده ان الفرخة هتتذبح ويفضل لسه جوه جسمها، مش هيكون خرج من الجسم.
فخطورة الحقيقة الجنتاميسين من الحاجات اللي خلاص أصبحت بديهية وأصبحت معروفة على مستوى العالم كله، وممنوع استعمالها استعمال نهائي لأنها بتظل لفترات طويلة. ثانيا بتسبب نيفروتوكسيستي أو بتدمر أنسجة الكلى، بتدمر نسيج الكلى سواء في الحيوان